يعني أصلا من المدن، يعني من أول ما وصلت لها حسيت بأنه أنا ممكن أكون عايش هنا. دراستي، شغلي، مظهري، آرائي، دي الحاجة اللي يعني خلتني أكثر ارتباط بأوسلو. ومع الزمن برضو يعني اتكونت عندي الأصدقاء الكافية لأنه أنا أعيش حياتي بالصورة اللي أنا شايفة مناسبة لي. وهنا الحاجة الجميلة برضو إنه ما في يعني حتى لو إنسان بيكرهك، حتى لو إنسان عنده أحكام عليك، القانون بيشكمهم. يعني الحياة الاجتماعية اللي تعودت عليها في السودان، أكتر حاجة مثلا ترفيهية بالنسبة لنا إنه إحنا نتلاقى، فلقاءاتنا سهلة ونوع الترابط بتاعنا سهل. دي حاجة بفتقدة جدا جدا في أوسلو. بالإضافة للجو، يعني الجو هنا قاسي جدا جدا. في مثلا الحتة بتاعت إنك عليك أحكام من ناس ما بتعرفك وما بتحاول تعرفك، أنت بالنسبة لها مجرد لاجئ. مرات حاسة بحس انه في مثلا زي استغراب انه انا كيف انه اكون لاجئ سوداني من اسرة مسلمة، ويعني حتى مظهري مظهر مسلمين وكذا، كيف انا ممكن اصل مراحل متقدمة شوية في شغلي كفنان، انه يعني كأنه مستوى الذكاء بتاعي مختلف، كأنه قدراتي مختلفة عن قدرات أي إنسان موجود وعايش هنا في البلد دي، يعني من أصول نرويجية يعني. وبالذات مثلا في المجتمع بتاع المثليين، فأنت من مجرد أنك أفريقي، يعني في تصور معين بيكون عليك. ويعني مثلا أنت كنت برا التصور، يعني برا تصوره، فانت حتكون غريب جدا. فدي حاجه يعني ما مريحه نهائيا. جزء من حياتي قضيته في مكه، فواحده من الحاجات اللي تعلمتها في المدرسه انه كجسدي يعني كمثلي ما بيستحق انه يندفن مع في مقابر المسلمين، مفروض يترمي برا في الأماكن يعني في 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 الصحراء عشان السباع تأكله. ٢٠١٥ كان تعبت تماما من إنه أنا أكون ما أنا، وإنه أكون يعني لابس ماسك إنسان تاني ما عندي أي علاقة به 24 ساعة في اليوم. فقررت أنه أعلن عن نفسي وأقول أوكي أنا مثلي وفخور جدا بأنه أنا مثلي. حصلت يعني ردود فعل يعني كبيرة جدا، ومنها أنه في ناس مقربة لي اتمنت أنه أنا أكون ميت. والحاجة يعني مثلا اللي بتخلي إنسان يعني شافك من وانت صغير وطول عمره بيعرفك إنه يتمنى إنك تموت، هي آيتين في القرآن، سطرين بتعني إنك أنت ما مفترض يعني تكون جزء من المجتمع، ما مفروض تعيش في 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 في, في سلام. فعملت السلسلة بتاعت ماذا تبقى، اللي هي إحنا حيبقى لنا شنو لو فضلنا بنمسك في حاجات زي دي اللي أنا شايف إنه ما عنده أي علاقة بالإنسانية، وبقينا بنحكم على بعض حتى بالموت. فعملت الآيتين اللي هما سبب الكل اللي بمر المرت به، وأنا شخصياً وبمر به ناس كثيرين في حالتي، وغطت بها
نسخة في جسمي في وضعية الموت بالنسبة للمسلمين اللي هو مع اليدين كده والرأس مايل على اليمين، فغطت بها كل الجسم ودخلتها الفرن الحرق بتاع الخزف. بالنسبة لي كانت دلالة قوية جدا انه حيفضل شنو، حيبقى شنو يعني بعد ما انه احنا نمسك في الايتين ديل، عظام وايتين، لكن الانسان حيختفي، الانسان حيمشي يعني حيموت. انا ما بقبل انه مثلا يعني انسان تاني يقيم انه انا يعني حامشي كيف من الدنيا دي. فانا لما امشي حامشي ك واحد من الفراعنة السودانيين. فأنا عملت التابوت بتاعي بسيراميك لأنه السيراميك واحدة من المواد اللي ممكن يعني تعيش يعني آلاف وآلاف وآلاف السنين، فأنا ممكن أمشي لكن جسمي لسه موجود أو تابوتي لسه موجود يعني ممكن لآلاف السنين الجاية. بالنسبة لرد الفعل، الحاجة اللي بلاحظها يعني إنه يعني في حساسية جدا جدا في تناول المواضيع الدينية، لكن الآيتين ديل يعني خلتك أنت كإنسان تشوفني أنا ما بستحق الحياة، ودي حاجة يعني دي حاجة مفروض كلنا نجي فيها، في حاجة مفروض نفكر فيها. فالأعمال يعني بالنسبة للمجتمع اللي عايش فيه هنا ده في النرويج وكده، فلاقى يعني قبول كويس جدا جدا، وتعرض في أماكن ومتاحف كثيرة جدا جدا، بالذات التابوت كان دعوني أشارك به في بينالي سيدني 2020، وحاليا اشتراه واحد من المتاحف. والحاجة كويسة جدا جدا طبعا أكيد بالنسبة لي كفنان إنه شغلي يعني يكون ضمن مجموعات متاحف مهمة وكذا، لكن في نفس الوقت برضو الحتة بتاعت انه انا في نفسي انه شغلي برضو يكون جزء من مجموعات متاحف من السودان او حتى ممكن من الدول العربية، لكن دي خطوة نتمنى انها تحصل ونشوف. كل حاجة بتحصل في السودان، كل تغيير بيحصل في السودان، النساء كانوا يا إما في القيادة أو يعني جنب إلى جنب مع الرجال، فبالذات في الثورة بتاعة 2019 كان ما في مظاهرة بتبدأ من غير ما ثائرة تزغرت الساعة 1 ظهر تماما، بتنطلق زغروتها ومنها بتبدأ المظاهرات. ولكن بعد ما الثورة يعني بدت تنجح والبشير سقط وكده، التوزيع في المناصب ظالم جدا جدا بالنسبة للنساء. فعملت السلسلة بتاعت الثوريات السودانيات اللي هو توثيق لنساء سودانيات شاركوا في الثورة أو بيعيشوا حياتهم بصورة ثائرة بالنسبة للمجتمع السوداني. والتوثيق ده عبارة عن بورتريهات بصورة يعني بسيطة جدا جدا، بصورة بس توضح الإنسانة دي، وشرطي الوحيد إنه يعني يكونوا لابسين لبس سوداني مرتبط بهم وبتاريخهم وبتواريخ عوائلهم.
عندي أجندتين، إبراز الشخصيات اللي شاركت في الثورة وما لقيت إنها تظهر بالصورة اللي نفس الصورة اللي بيظهروا بها الرجال أو بصورة عادلة. والأجندة الثانية السودانيات ما محجبات بالدرجة الأولى، في اختلافات ثقافية كثيرة جوا السودان، والصورة اللي موجودة في الإنترنت بتوضح بس كل ما البشير حاول يدخل في المجتمع السوداني، إنه النساء شكلهم كده ودورهم كده في المجتمع. فأنا بحاول إنه أغير الأرشيف الصوري بتاع النساء السودانيات في الإنترنت برضو.